اقتصاديا لهذا اليوم، رابح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.59 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.75%، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 بنسبة 0.63%، وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%. تعتزم وزارة التخطيط إطلاق تطبيق تحت اسم حكومتي لأجهزة الهاتف المحمول ليساهم في توصيل الخدمات للمواطنين. وأوضح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة وضعت خطة لتهتم فيها بإصلاح الجهاز الإداري، والتي بدأت فيها من أغسطس 2014. يعني اعتقد المؤتمر في غايه الاهميه. اولا بينظموا مجموعه من الشباب المصري المتميز جدا، مجموعه تي 20 اللي وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري تبنتهم ورعيتهم خلال الفتره الماضيه، فرساله قويه جدا في اطار رغبه الدوله واصرار الدوله على تمكين الشباب ودفعهم للمناصب القياديه وتاهيلهم وتمكينهم بشكل واضح جدا. الحاجه الثانيه هو موضوع المؤتمر، هو موضوع في غاية الأهمية، فكرة الابتكار في الحكومات. المؤتمر النهاردة بيبرز فكرة الابتكار، دايما بنتكلم على الحلول غير التقليدية والأفكار من خارج الصندوق. احنا المؤتمر بيشتغل على ثلاث حاجات رئيسيين. اول حاجة هي الاستراتيجيات، الحاجة الثانية هي ازاي ان احنا نطور الجهاز الاداري، وتالت حاجة هي النظم. دول التلات محاور اللي بنتكلم عليها. عندنا مشرفنا ضيوف من ماليزيا، مشرفنا ضيوف من الصين، مشرفنا ضيوف من امريكا، من المانيا. كل دول هيعرضوا تجارب الدول المختلفة ازاي ان هي قدرت انها تطور الجهاز الاداري عندها. اعلن خالد حنفي وزير التموين اقامة عدة صوامع ومراكز لوجستية ومجمعات استهلاكية وسلاسل تجارية بمرسى مطروح لتوفير السلع الغذائية والآلاف من فرص العمل. جاء ذلك خلال افتتاحه مجمعا استهلاكيا ومخابز مليونية ومكتب تموين متطور بمرسى مطروح، وأشار إلى أن منظومة الخبز أدت إلى توفير الخبز للمواطنين وتوفير 30% من استهلاك الدقيق شهريا بالمحافظة. أعلن مصطفى مدبولي وزير الإسكان عن قرب انتهاء صندوق تطوير المناطق العشوائية من تطوير 47 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة. وأشار مدبولي إلى أن هناك عدد من المشروعات جاري تنفيذها واستكمال أعمال التطوير بها، ويقدر عددها ب40 منطقة. استقبل هاني المسيري محافظ الإسكندرية اليوم السفينة السياحية من شيف واحد، والتي تستقبل على متنها 2084 سائحا ألمانيا. وأشار المسيري إلى أن مصر والإسكندرية خاصة أصبحت من الأماكن الأمنة لعودة السياحة مرة أخرى، واضحا أن مصر بها العديد من الأماكن الخلابة التي لا يمكن أن تحظى أو أن تحصيها في زيارة واحدة. يأتي استقبال المسير للسياح في إطار جهود عديدة للنهوض بالسياحة.